عندما نطرح هذا طبعا لا نعني على إطلاق الشعب الأمريكي وأتمنى هون يكون في وضوح شديد لا نعني الشعب الأمريكي لا نعني المواطنين الأمريكيين على امتداد منطقتنا يوجد مواطنون أمريكيون تجار وإعلاميين وصحفيين وشركات ومهندسين وأطباء ليس المقصود المس بهؤلاء ولا ينبغي المس بهؤلاء بل أنا أقول لكم البس بالمدنيين والمواطنين الأمريكيين في أي مكان هو يخدم سياسة ترامب يخدم سياسة ترامب